الحمد لله بساف بساف، والصلاة والسلام على رسول الله لا جاه إلا جاه سيدنا محمد. الله معك أيها الجاه العلي. أما بعد أيها العشران، يقول الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ديروا مزيان مع الله وقولوا هدرة معقولة يصوب لكم تويشياتكم ويدير عين ميكة على قواداتكم، والذي يتكلبن لله سيدبر على نفسه تدبيرة ناضية. إن أقود القرنابي كتاب الله، وأوعر الهدي هدي محمد، ونم اللعيبات الجديدة بميكتها، وكل جديدة بميكتها دصارة، وكل دصارة داخ ودوخ، وكل داخ ودوخ في العافية. أما بعد أيها العشران، لقد تناكت كل نهار لعبة في شكل، والبايت قدام الكمبيوتر أو التليفون بحال البغل، ما عنده خدمة أو ردمة أو دخل، يضيع حياته في الكليكات والأكل والتلواط والتعناب والبندير والطبل. خاص جد والديه ماء قاطع أو حبل، يشنق حشون أمه ويقتله قتل. بنادم ما عنده ما يقجدر، فقال لك آدي حقا ندير تحدي العشر سنين، يحط تصويره قبل عشر سنين وتصويره جديدة، ولا يعرف ولد القاف وبنت القاف أننا لا نحمل تصاوير دلقوشكم، لا نحمل تصاوير دلقوشكم الآن، رغم أنكم حلقتم عليها وزوقتموها وفوتوشوبتموها وسكسكتموها. وخهكاك لا نحملها، فما بالك بتصاوير المتحف؟ سبحان الله، وكأنهم مضروبون بالكيماوي ويلبسون حوايج لو كفنوا بها لقذفهم القبر إلى الخارج. دخلت اليوم بعد صلاة الصبح أقلب وأشقلب في الفيسبوك لأطلع على أحوال الشعب، فلم أتيق عيني. تحدي عشر سنين يديره البراهش، قلنا ما فيها باس، جيل جديد والله يرد به. لكن أن تلقى رجل بشطابه ومصطاجه يعشي دوار، وهو الآخر حاط صوره القديمة بلا حشمة بلا حياء، يكركر ويخرخر ويستمني على الجيمات الحمار الذي ولده. أحبتي في الله، عندما أقول شطابه فأنا لا أهدر على لحية التقوى التي على وجوهنا. الشطابات فيها وفيها، وأزملها هي شطاطب قلة الحياء المشوهة لكمامر المنافقين الذين يقولون اليوم أنهم تطوروا بتركهم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعياذ بالله، واحد من هؤلاء البزناسة سمعته ورأيته بعيني يقول أنه كان لا يسلم على العيالات، وداب يسلم وقال تطور، وواحدة حصلوها تعاون شطابة على القذف، وأخرى دارت فضيحة، وأخرى دارت مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، مع دخول سنة 2019 خلونا ندير تحدي العشر سنين مع ديننا. شنو طرى بين 2009 و 2019؟ شنو طرى لديننا؟ تقودت عليه وتقودت علينا، وولى وولينا بحال بوعو، نخلع الناس ونفعفعهم المساكين. تشوهنا والذين شوهونا معنا بعضهم هنا، وأقول لهم من هذا المنبر إني أشوفكم، غير خليها على الله. كنا مخبيين فخرج علينا رباعة من الذين هزوا جلالبهم ومشوا من الإسلام، عروا المسكوت عنه في الحديث والآيات، وبيّنوا للمؤمن البسيط التناقضات، وبدأوا يتكاثرون بحال القرادات، يمصون دم المراجع وما فيها من مشكلات. في 2009 كنا نسمع بمرتد نقول عنه أنه مدسوس أو مرتزق مدبر على فليسات. اليوم 2019 الذين هربوا من دين الواسع مشتتون مثل زرع الفطرة، أينما وليت وجهك فتم صورة أو منشور أو تعليق يخرأ بالضحك على دين أمة لا إله إلا الله. عندهم مجموعات فيها الآلاف يتلاقون في الإنترنت وفي الواقع، وفيهم المشرمل والطبيب
والأديب، وفيهم المرفح والفقير والتوتوز والخيبوع، نسول الله العفو والعافية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، ابتلينا بالصلعمة البوتسوانية في 2009، كان أغلب المؤمنين شادين في سبيل الله القرآن والسنة الصحيحة، أما دابا فكل واحد يخيط وينشب ويعجن ويخبز ويطلس الدين على حسب قلقولته، ما بقى والو. وتسمع بعض الذين حزق لهم الفرخ يقولون هذه الآية ضعيفة. أمة خارية على ربها، بحال الغراب الذي بغى يقلد مشية الحمامة فطبز لها العين ونسي حتى مشيته. يا ريت لو نرجع للقديم، ماشي 2009، بل للقرون الأولى قبل أن يجيء هدا وتعربان، على الأقل كنا سنبقى على سباغتنا ولا نكون معلقين بين الشرق والغرب بحال مرات المنحوس، ما هي مطلقة ما هي عروس. أيها المؤمنون، لقد شكم بي واحد ولد لدينه، واحد عدو الله، قال لهم الشيخ أبو كليبة لا يقرأ الخطبة الرسمية. أقول له من هذا المنبر، اسمع أيها المرمل أبوك، خطبة الأوقاف مغسولة بجافيل وتبغي غسل رؤوس عباد الله. بنادم يتوفى وواحد يخطب عليه بأضرار الغيبة والنميمة وفضل التيمم والاستجمار والاستحمار، لكن حتى لا تجمعنا وإياكم الأراف ونمشي فينا نتربى، ندير لهم خاطرهم وأجبد بوق العياشة، وأختم بكلمات مكوزة نطلب من صاحب الجلالة نصره الله وأيده أن يقبل تحدي 10 سنين الجاية، ويجمع لشطابات المغرب حب وتبن، ويقطع روبيني بول البعير ويوسعها علينا بدل أن يوسعها لنا. اللهم آمين. تبغون الخير، ديروه في رؤوسكم وتهلوا في ديوركم، وعاونوا المحنسرين المطحطحين في دروبكم وبلا عياقة. بارك الله فيكم وكثر من أمثالكم وأبعد عنكم أولاد الحرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.